شيء انه للحرب كان هذا الموضوع موجود، بس كانت نشاطات فردية، كل واحد ببيته. أنا مثلا كنت واحدة منهم، كل حدا ببيته بيحتوي كم حيوان وبيعالجون وكذا. هلأ لما تطورت الحالة قررنا أنه نعمل مكان يضم هاي الحالات كلياتها. عم تجينا حالات مختلفة بالإصابات، إصابات فموية، إصابات معوية، كسور، إصابات بالعين، أحيانا إصابات غير قابلة للشفاء، نضطر لإستئصال أو بتر. في حالات هزال، في حالات إصابات عصبية، في إصابات بتكون طعن أو ضرب أو أحيانا طلق ناري أو ما شابه. نهلا هون تعالجت وهلا هي احسن. هلا هو مكان مؤقت لعلاج الحيوانات المصابه، بنتمنى انه نلاقي لهم مثلا بيت دافي، حدا يتبناهم، حدا يحبهم. بالنهايه يعني هذا المكان في حيوانات ثانيه بحاجتنا اكثر، فنحن اذا بيروح من عندنا مثلا تبني، اذا راح على غير بيت فبيفضي مكان لغيره، يكون بحاجه اكثر للعلاج.